السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الدارسين، نلتقي في لقائنا لهذا اليوم والذي يعد اللقاء الثامن في مادة إدارة الأعمال الدولية، ولقاءنا اليوم بعنوان مهارات التحفيز القيادي والإداري المعاصر. بعد دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادرا على أن تعرف القيادة الإدارية، تعدد عناصر القيادة الأساسية، تذكر أساليب وسياسات القيادة الإدارية، تشرح أنماط القيادة الدولية، تبين القيادة الدولية في العالم الرقمي الافتراضي، تسرد نظريات القيادة، توضح مفهوم الحافز والدافع والفرق بينهما. القيادة الإدارية مما شك فيه أن القيادة لها دور كبير في التأثير على سلوك العاملين أو المرؤوسين، وهذا التأثير قد يكون إيجابياً أو سلبياً. فالتأثير الإيجابي يثير في العاملين أو المرؤوسين روح التعاون والإخاء والرغبة في العمل من أجل تحقيق أهداف المنظمة وأهدافهم الخاصة كذلك. وأما التأثير السلبي فيثير فيهم الرغبة في عدم التعاون والعمل في كثير من الحالات، يزيد من شعورهم بالإحباط. كما يتضح أن القيادة وأدوارها وطبيعة أنماطها تلعب دورا مهما وجوهريا في تطوير عمل الشركات وتوسيع مساحة أنشطتها ونقلها من العمل المحلي إلى العمل الدولي. مفهوم القيادة الإدارية أنها القدرة على التحفيز وتوجيه مجموعة من الأشخاص نحو القيام بعمل مشترك في تناسق وانسجام تام بقصد تحقيق هدف معين أو مجموعة أهداف محددة دون الاعتماد على الإكراه. أنها التأثير أو القدرة على التأثير، القيادة لديها تعريف آخر وهي القدرة على تحريك الناس نحو الهدف، أو أنها التأثير على الآخرين لتنفيذ قرارات أشخاص آخرين. نأتي أعزائي الدارسين إلى عناصر القيادة الأساسية. لدينا للقيادة الأساسية أربع عناصر. أولاً، وجود مجموعة من الأشخاص لديهم الاستعداد لتقبل وإطاعة شخص معين والذي هو القائد. العنصر الثاني وهو عنصر القائد، فلا بد أن يكون لدينا قائد. العنصر الثالث ووجود ظرف أو مناسبة لممارسة القائد دوره مع الآخرين التابعين، وفي هذه الظروف والمناسبات تحدث عملية التأثير ممارسة القيادة لتحقيق هدف معين. امتلاك القائد شكلا من أشكال القوة مثل قوة الخبرة وقوة المعرفة وقوة الإعجاب وقوة المنصب أيضا تساعد في ممارسة القيادة. نأتي أعزائي الدارسين إلى أساليب وسياسات القيادة الإدارية. لدينا مجموعة من أساليب القيادة الإدارية. الأسلوب الأول هو أسلوب الترغيب والترهيب، وتعرف سياسة الترغيب بأنها سلطة لإعطاء الحافز المادي والمعنوي، في حين أن سياسة الترهيب تعرف بسلطة وأساليب الضغط والإكراه. وتتمثل سياسة الترغيب بإعطاء حوافز مادية ومعنوية مثل المكافأة أو زيادة المرتبات أو العلاوات أو إعطاء إجازات أو شهادة تقدير أو نحو ذلك. أما سياسة الترهيب فتتمثل ابتداء بعدم احترام شعور المرؤوسين وإيقاف مرتباتهم أو ترقياتهم، وتنتهي بالطرد أو السجن. ويرجع إلى هذه السياسة عندما تفشل كل المصادر الأخرى للتأثير على المرؤوسين من أجل تحقيق أهداف المنظمة. ولذلك فإن هذه السياسة دائما ما تحدث ردود أفعال عكسية وتوجد عصيان وتمرد من قبل الجماعة. إضافة إلى ذلك فإن هذه السياسة تساعد على نمو جماعات غير رسمية داخل التنظيم، والتي بدورها تلعب دورا كبيرا في سلوك المرؤوسين. كذلك من أساليب وسياسات القيادة الإدارية السلطة الرسمية، وتتمثل السلطة الرسمية في السلطة المخولة لدى القيادة والتي تمكنها من أداء وظائفها، وتعتمد هذه السلطة على مدى تقبل المرؤوسين لها. فكلما تقبل المرؤوسين لهذه السلطة كلما سهل على القيادة تحقيق أهداف التنظيم. خبرات وكفاءات القيادة.
تلعب الخبرة والكفاءة دورا كبيرا على المرؤوسين، حيث تزيد من ثقة المرؤوسين في القيادة بالقدرة على تسيير كل أعمال التنظيم وحل جميع المشاكل. الاحترام والتقدير، يتمثل الاحترام والتقدير في تعاون المرؤوسين والتفاهم حول القيادة وانصياعهم لقراراتها، وبذلك تبذل أقصى جهودهم من أجل تحقيق أهداف القيادة والتنظيم. القيادة المباشرة، ومن أبرز ممارستها منح المرؤوسين حرية التوقع لنتائج العمل وإعطاء إرشادات محددة والإجراءات المطلوبة وتنسيق العمل موضحا بذلك بالتفصيل من خلال الجداول والمعايير المحددة سلفا من قبل المنظمة. النمط الثاني من أنماط القيادة الدولية، القيادة الداعمة أو ما يسمى المساندة أو الإنسانية. وأبرز خصائص هذا النمط القيادي هو الاهتمام الواضح بحاجة المرؤوسين وخلق مناخ ودي يقوم على حسن المعاملة الإيجابية وإيجاد أو تكوين الصداقة واحترام العاملين وإعطاء الاهتمام لجميع العاملين دون تمييز. القيادة التشاركية، وتتحقق من خلال الاستشارة أو استشارة المرؤوسين والاهتمام بآرائهم ومقترحاتهم واعتمادها في اتخاذ القرارات. القيادة الموجهة، وتأتي عن طريق تحديد الأهداف وتوجيه الإنجاز والبحث في تحسين الأداء والتأكيد على التميز في الأداء وزرع الثقة بالمرؤوسين بأنها على درجة عالية من الأداء والتميز. صناعة القرار، القيادة الدولية في العالم الرقمي الافتراضي، وتعني القيادة في العالم الرقمي الافتراضي الذي تتميز فيه المنظمات بمرونة عالية وخطوات تحدي سريعة. لذلك فإن القيادة في هذه المنظمات تختلف عن القيادة في المنظمات التقليدية، خاصة في صناعة القرار والمرونة والرؤية المستقبلية، ولدينا توضيح لذلك. صناعة القرار بسرعة، والمديرون في كل المنظمات ليس لديهم البيانات التي يحتاجون لها عند صناعة أو اتخاذ القرار، لكن المشكلة هي في أن المنظمات الأعمال الافتراضية، والذي يتغير بسرعة فتزداد شدة المنافسة خلال وقت قياسي. المحافظة على المرونة، فالقادة في منظمات الأعمال هم بحاجة إلى المرونة العالية، ويجب عليهم أن يكونوا قادرين على إدارة المجموعات أو المنظمة عندما يجدون أن هناك شيء لا يسير وفقا لما هو مخطط له، أو أن هناك تغييرات أو مستجدات طارئة يجب احتوائها، وهذا يتطلب مرونة كافية ومحسوبة. التركيز على الرؤية، وفي هذه الحالة يتطلب الأمر تمثيل واسع وتفويض للموظفين لكي يصبحوا لا مركزيا في أدائهم. نأتي إلى المجموعة الأولى، أعزائي الدارسين، من أسئلة التقويم، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات التالية. يقصد بالقيادة الإدارية أنها التأثير على الآخرين لتنفيذ القرارات. وجود منظمة أو شركة إحدى عناصر القيادة الأساسية. لا يوجد أي فرق بين الترغيب والترهيب. يلجأ إلى سياسة الترهيب عندما تفشل كل المصادر الأخرى للتأثير. الاحترام والتقدير يمثل إحدى الأساليب في القيادة. اختر الإجابة الصحيحة من بين الخيارات المتعددة. من عناصر القيادة الأساسية وجود أشخاص، منظمات، المسؤولية. تتميز المنظمات بمرونة عالية وخطوات تحدي سريعة من المنظمات الأعمال التقليدية أم الافتراضية أم الدولية. نأتي أعزائي الدارسين إلى نظريات القيادة، ولدينا مجموعة من النظريات. أولا نظرية السماد، ويرى أصحاب هذه النظرية أن الله تعالى منح كثيرة قلة من الأشخاص بعض الخصائص والسمات والمميزات التي يتمتعون بها عن غيرهم، وهذه السمات هي التي تؤهلهم لقيادة المجموعة والتأثير في سلوك أفرادها. ويمكن إجمال هذه السمات في الذكاء وسرعة البديهة وطلاقة اللسان والثقة بالنفس والإيمان بالقيم والمهارة وحسن الأداء والقدرة على التكيف والحزم والسرعة في اتخاذ البدائل المناسبة وغيرها. وإلى جانب هذه الصفات والسمات، يفترض إلمام القادة بعدد من المهارات المكتسبة التي ترتبط وتؤثر على القائد
وأدائه، وهي المهارة الفنية، وتتطلب معرفة القاعدة المتخصصة في فرع من فروع العلم، والقدرة على الأداء الجيد في حدوده في حدود التخصص، بالإضافة إلى المعرفة المتخصصة وعلمه بطبيعة المنظمة، وأيضا قدرته على استخدام الأدوات والأجهزة المتاحة في التخصص. المهارة الإنسانية، وهذه المهارة تعني قدرة القائد على التعاون مع الأفراد ومختلف أنماطهم والجماعات، بعكس المهارة الفنية التي تعني القدرة على التعامل مع الأشياء. ثانيا، نظرية الموقف، وتشير هذه النظرية إلى أنه يوجد أسلوب واحد أو لا يوجد أسلوب واحد ديكتاتوري أو ديمقراطي في القيادة يصلح لكل زمان ومكان، بل أن لكل زمان وأسلوب قيادي مختلف ينبغي على القائد أن يستخدمه حتى يتحقق النجاح. وهذه النظرية ترى أن القيادة الناجحة هي محطة تفاعل عدة قوى تشمل القائد والتابعين والموقف القيادي. ثالثا، النظرية التفاعلية، وهذه النظرية تركز على أو تجمع بين النظريتين السابقتين، نظرية السمات ونظرية الموقف. فالقيادة الناجحة في هذه النظرية لا تعتمد على السمات التي يتمتع بها القائد في موقف معين، ولكن تعتمد على قدرة القائد في التعامل مع أفراد الجماعة. رابعا، نظرية السلوك، وهذه النظرية تركز على الكيفية التي يتعامل بها القائد مع المرؤوسين، ولا تركز على الصفات والسمات. والقائد مثلا هو القائد يهتم بالناس أم بالعمل أم بالاثنين معا، ونسبة اهتمامه بكل منهما. خامسا، نظرية القيادة التحويلية، وهي تلك القيادة التي تمتلك القدرة على القيام بمجموعة من الوظائف المهمة، والتي من أهمها صنع رؤيات المنظمة ورسالتها، والقدرة على خلق الإحساس والولاء للمنظمة لدى العاملين. مهارات القائد، يجب بجانب أن المدير يجب أن تتوفر لديه صفات الاتصال الفعال، بل أن هناك بعض المهارات يجب أن تتوفر فيه، منها المهارات التصويرية، وهي مهارات ضرورية في تخطيط العمل وتوجيهه وترتيب الأولويات والتنبؤ بما سيكون عليه العمل في المستقبل، وتتمثل في القدرة على ابتكار الأفكار والإحساس بالمشكلات وصياغة الحلول والتوصل إلى الآراء وربط الأسباب بالمسببات. المهارات التنظيمية، وتتضمن معرفة النظريات التنظيمية والتطور التنظيمي والاستعانة بها لتفسير الظواهر الإدارية والتنبؤ باحتياجات التنظيم المستقبلي. المهارات السياسية، وتتوفر حينما يكون لدى القائد الإداري الرؤية الشاملة للبيئة المحيطة بالمنظمة الإدارية التي يعمل فيها من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومعرفة الفلسفة السياسية للدولة واتجاهات الرأي العام في المجال الذي يعمل فيه. المهارات الفكرية، وتعني قدرة القائد على الحكم على الأمور بشكل سليم واتخاذ القرارات المناسبة وعلاج الأمور والمشكلات بالشكل المطلوب والمناسب. المهارات الإدراكية، وتعني قدرة القائد على رؤية التنظيم الذي يقوده وفهمه للترابط بين أجزائه ونشاطاته وأثر التغيرات التي تحدث في أي جزء منه على بقية الأجزاء وعلاقات التنظيم بالمجتمع الذي يعمل في إطاره. نأتي أعزائي الدارسين إلى التحفيز. فمفهوم التحفيز، البداية الصحيحة في وضع نظام حوافز فعال في الشركات الدولية تكمن في فهم ومعرفة دوافع الأفراد أي بحاجاتهم الناقصة على مستوى كل بلد. وهنا نشير إلى أنه بالرغم من أن دوافع الأفراد يشير على مستوى العالم متشابهة، إلا أن الاختلاف يكمن في المستوى والدرجة وليس في فرع الدوافع. وانطلاقا من ذلك، فإن الشركة الدولية وهي تضع نظاما للحوافز أن تأخذ في الاعتبار الآتي: هل من الصواب على المدير الدولي أن يستخدم نفس الحوافز في بلد الأم الذي استخدمها في البلد الأم أن يستخدمها في البلد المضيف، أما أن عليه تغيير الحوافز تبعا لاختلاف المكونات الدافعية في كل بلد؟ بالرغم من أن الدافعية والتحفيز كحالة إنسانية تتصف بالعمومية، إلا أن مكونات الدافعية الحاجات الناقصة مختلفة من دولة إلى أخرى.
الدافع يعرف بأنه عبارة عن حالة أو رغبة داخلية لدى الفرد توجهه وتحركه للتصرف، وبذلك أقصى جهد وبذل بذلك أقصى جهد ممكن من أجل إشباع الحاجة، حاجة معينة مشبعة لديه. الحافز هو عبارة عن مؤثر خارجي يمنح لكل من تجاوز أداه الأداء المحدد، أي لأصحاب الأداء والعائد المتميز كما وكيفا. وينبغي مراعاة الدافع عند منح الحافز، الحاجة غير المشبعة. وتشمل الحوافز المالية والمعنوية مثل المكافأة والترقية ورسالة الشكر والأوسمة وغيرها. وهناك نظريات عدة للدافعية، وسنتناول هنا بعضا منها فقط. نظرية ماسلو للدافعية، والتي تتلخص في أن هناك مجموعة من الحاجات يشعر بها الإنسان تدفعه وتحركه نحو سلوك معين. وتقوم هذه النظرية على مجموعة من الافتراضيات. الإنسان كائن حي يشعر بالحاجة، والحاجة غير مشبعة تسبب له توترا وتدفعه إلى سلوك معين للبحث عن إشباعه. تندرج الحاجات في هرم ماسلو بالحاجات الأساسية أولاً، التي تسمى الفسيولوجية، مثل الحاجة للطعام والشراب وحاجات الأمان كالحاجة إلى توفير ظروف أمنية تمنع السرقة والاختطاف وغيرها، والحاجات الاجتماعية كالصداقة، والحاجات التقدير كالاحترام والوضع الاجتماعي الجيد بين الناس وتحقيق الذات والتطور في الحياة والإنجاز الذاتي. يبدأ الفرد في إشباع حاجاته الأساسية أولاً. الحاجة الشبعة لا تشكل دافعاً. نأتي أعزائي الدارسين إلى أسئلة التقويم. ضع علامة صح أمام أو علامة خطأ أمام العبارات التالية. السمات والمميزات التي قد يتمتع بها القائد هي نتيجة خبرات تراكمية. لا يشترط أن يتمتع القائد بما يسمى بالمهارات الإنسانية. نظرية الموقف ترى أن القيادة الناجحة هي محصلة تفاعل بين القائد والتابعين. نأتي أعزائي الدارسين إلى خلاصة ما تناولناه في هذا اليوم. فقد تناولنا مفهوم التنظيم، والذي يعني تلك الوظيفة أو العملية الإدارية التي يتم من خلالها تحديد الأعمال حسب نوعها وطبيعتها. كما سردنا أهمية التنظيم للمنظمات الدولية، ثم سردنا الأسس الإدارية للتنظيم، ومنها السلطة والمسؤولية والمركزية واللامركزية وتفويض السلطة والترتيب والانضباط والتكافؤ. كما تحدثنا عن الاعتبارات المتعلقة باختيار الهيكل التنظيمية. إلى لقاء آخر أعزائي الدارسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.